مساء الخير أستاذة سهر. مساء النور يا فندم، ازي أهلا حضرتك؟ بيكي، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. العادية ال20 جنيه السنة دي شكلها هيبقى مختلف. الشكل كده بيقول كده، بس أنا مش متأكدة هي دي اللي صادرة من المركزي فعلا. ما هو ده سؤال تاني، بس هي مبدئيا يعني القرار اللي طلع بأنه هيصدر 20 جنيه بشكل جديد بلاستيكية زي ال10 اللي طلعت بالظبط قبل كده، هتبقى على العيد الكبير. بالظبط كده. تمام، هل الشكل ده هي دي فعلا شكل ال20 جنيه؟ دي بيتم تداولها على السوشيال ميديا. والله شوفي حضرتك، هو ممكن يكون الشكل ده هو، يعني انا قارنت ما بينها وبين الورقه الاوراق التانيه، ده الأوراق ظهر التانية ال10 ولا تقصدي الأوراق العشرة التانية؟ او حتى الارقام الموجوده مثلا. الصفحه اللي بتبقى على الوش الواجهه هي اللي بيبقى فيها عمدة المحافظ وفيها الأرقام بتاعت الورقة وتاريخ إصدارها. اي الظهر ما بيبقاش مكتوب عليه الكلام ده خالص، يعني مفيش فيه ده خالص. الحاجة كمان اللي لاحظتها في دي، لو اي خدت بالك في الحتة بتاعت القلعة، المفروض هي 20، لو بصيت هتلاقي 0-2 مش 2-0. اي فأنا استغربت، قلت يعني هي مكتوبة بالعكس ولا في ايه؟ ايوه فأنا الحقيقة شكلها جديد عليك يا لا، يعني ال 20 20 بالانجليزي فاين، لكن اللي جوه فوق القلعة دي ازاي تبقى 0-2؟ ما لازم تبقى 2-0 عشان تبقى 20. دي جزئية تفصيلية عند حضرتك، بس مش متأكدة يعني. انت اللي تعرفي التفاصيل دي. لا ايوه انا ببص زي والله زي حضرتك بالظبط نفس الحكاية. طيب بس هي على فكرة يعني فكرة كويسة جدا ومشجعة جدا ان أيوة. تنزل العملات البلاستيكية دي، أيوة. لأنها ميزاتها كتير الحقيقة، أيوة. يعني عمرها الافتراضي احنا بنقول ايه 3 أضعاف العملات الورقية. يعني لو العملة الورقية بتقعد معانا 4 سنين بعد ما بيتكتب عليها أسامي وبيتكتب عليها دي بقى انتوا كلام حرمتونا من الكتابة عليها والكلام ده كله والقلب والسهم والحركات دي. بالظبط، دي هتقعد معاك يعني 12 سنة. فده 12 سنة، دي تعيش وبعدين 12 سنة. ممكن تعيدي طباعتها. فدي والله طبعا ده في حد ذاتها كويسة جدا. معنى كده ان تكلفتها اكتر استاذ السهر. لا هو بغض النظر اللي قاعد معاك 4 سنين ولا قاعد معاك 12 سنة، طبعا 12 بتفرق في سنة التكلفة. فلا 12 سنة. هتفرق معانا. وبعدين في نقطة، لا تزيف ولا تتزور، تمام، ده مهم جدا. دي نقطة في منتهى الأهمية. دي ايوه كانت حاجات احنا بنعاني منها. ايوه لما هاتك بتتكلمي على التكلفة، طب سمك الورقة دي أقل من سمك الورقية، تمام فبالتالي تمام التكلفة أقل. ايوه ايوه فيها معدلات جودة كويسة قريبة جدا من العملات المتداولة عالميا، فهي مصر مش أقل، بالعكس مصر صحيح. الحقيقة يعني بتطلع عملات جميلة. طيب فلا أنا شخصيا ما ليا سؤالين. اتفضل. مين اللي بيختار رسمة العملة؟ أعتقد بيبقى في لجنة معينة وبتعرض برضو على المحافظ، أنا مش متأكدة، لكن لازم، لأن هو اللي في الآخر بيمضي عليها. ايه، فلازم يوافق على الشكل. طبعا هيبقى في لجنة وتعرض على المحافظ إن دي أحسن الحاجات اللي جات لنا، وبالتالي احنا بنرجح ده، وهو في الآخر قطعا هيبقى له رأي. لكن رسومات العملة لازم يبقى ليها دلالة. باستمرار يعني حياتك دايما تبصي تلاقي الدلالة عندنا فيما يخص التراث المصري والفراعنة، لأن هم الأصل في التاريخ. ايوه فحتى عينك لو بصيتش على العملات الورقية كلها هتلاقيها كلها فيها الأصل الفرعوني، ايوه وده موجود بوضوح، إلى جانب برضو بعض الرسومات أو التزيين اللي بيبقى عربي شوية من الناحية التانية، ايوه والالتزام باللغة العربية القوية مكتوبة ده لازم بحروف جميلة. طيب فلا الحقيقة يعني، وصورة المسجد اللي هي موجودة على 100 جنيه ايوه حد ذاتها برضو، أو على العملات الفئات الثانية. الفئات الأخرى ايوه برضو دلالة على إسلامية الدولة. ايوه ايوه
طيب هل الرسومات على فئات الفلوس يعني 10 وال20 وال100 وال50 لازم تبقى مختلفة ولا لازم يجمعهم شيء؟ ولا لازم ايه؟ يجمعهم شيء. لا بصي حياتك، هو هي كلها لما هتبصي لأي حاجة سواء المية البتين الخمسين، حتى ألوانهم، الخمسين لونها أحمر مثلا، اي المية لونها أخضر، اه الورقة الجديدة على أخضر، اي الورقة ال10 جنيه الجديدة اللي هي بقى مطبوعة بنفس الطبعة بتاعت ال20 الجديدة اي بتتكلمي دلوقتي في الأخضر. إنما لما تشوفيهم دي مصر، لما لكن تشوفيهم الرسومات لازم تبقى مختلفة الرسومات قريبة بالفئات من بعضها، الفلوس قريبة، يعني والألوان هي اللي بتختلف بالألوان، يعني هي هو يراعى فيها العنصر الفرعوني أي وده مهم جدا، ويراعى فيها التزيين اللي هو بيبقى حواليه ده القديم العربي والمسجد، أي أي كلهم كده. لكن الصورة دي مش أكيدة، لا الحقيقة حضرتك أنا شايفة إن هي مش هي دي المفروض تبقى الصح. بصي، أنا مش أنا شايفة، آه أنا لما ألاقي المركز بيقول هي دي تبقى هي دي، آه تمام هي مفهوم. تنطبق مع العملات التانية في حاجة واحدة، إن الظهر كله الشكل الفرعوني وده واضح. لكن شكل ال20، كتابة ال20 دي مش ال20 جنيه الإنجليزي وها مكتوبة بالإنجليزي برضو بالانجليزي في تمام. 100 جنيه ايوه لا انا هتلاقيه. بتكلم اللي حضرتك قلتي الصفر قبل الاثنين دي والاثنين قبل الصفر، دي كانت الملاحظه اللي ممكن نشك انه هي دي شكل العمله بالظبط كده، ال20 جنيه بالظبط. الجديد. بشكرك استاذه سحر، شكرا يا بشكرك فندم، فن كل سنه وحضرتك.